تابع شبكة القدس الإخبارية. تابع شبكة القدس الإخبارية. بتابع شبكة القدس الإخبارية. تابع شبكة القدس الإخبارية. أنا من متابعين صفحة القدس الإخبارية. شبكة القدس الإخبارية. بتابع شبكة القدس عن جد. أنا بتابع شبكة القدس. طبعاً شبكة القدس الإخبارية من الشبكات اللي بتهتم بأمور المواطن بالقدس خصوصاً، وبكون في عندها سرعة في نقل الأحداث. شبكة القدس هي أفضل من أفضل قنوات فلسطينية، وما بتجيبش إلا المعلومات الدقيقة. نعم موجودة عندي على الفيسبوك، بتابعها كتير. هي مغطية القدس من جميع المناطق، يعني لما يصير حدث طوال هي بتلاقيها جابت الخبر على السريع. تابع الأخبار وما يحدث في القدس من قبل شبكة القدس الإخبارية. تنزل صلاة الجمعة، صلاة المغرب، بتابعها كتير، بنبسط إني بشوف الأخبار وأنا قاعدة بمحلي. يعني هاي من ناحية اللي بتنزل أول إشي، كله أول بأول، فبحب أنا أكون مطلعة على كل إشي بنزل. من ناحية مصداقيتها تعتبر فيها 90% أو 95% من مصداقية أخبارها، متابعها دايماً على الفيسبوك هي أكتر. الأخبار أول بأول يعني، بس مباشر تعطينا صور وكل الأخبار يعني بتجيبهم أول بأول. نزل يعني أي خبر بيصير سواء هون في القدس أو برا القدس، يعني بتنزل الأخبار أول بأول وبتعطي أخبار دقيقة. إنه أداهم ممتاز وجيد، لأنه عم بنزلوا الخبر يعني أول بأول، فالخبر بيوصلنا في طريقة سريعة، ويعني إن شاء الله بيكونوا هيك على طول. طيب اليوم صار لهم 5 سنين، شو بتحب توجه لهم كلمة؟ إن شاء الله العمر المديد ولقدام يعني، والتقدم والازدهار إن شاء الله، ويضلهم على هذا المستوى إن شاء الله، بيتقدموا وبتطوروا كمان قبل ما يصيروا 50 سنة. الله يعينهم ويزيدهم من قوة، وإن شاء الله دائماً بيكونوا في تقدم وتطور ومصداقية أكتر وأكتر، دائماً مثل ما هم مستمرين علينا ومتعودين عليهم. الله ينجحهم ووفقهم إن شاء الله من أحسن لأحسن. إن شاء الله مزيد من العطاء ومزيد من التطور ونقل الأحداث بشفافية وموضوعية زي ما عودونا دائماً. بتمنى لهم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله يكون تقدم بزيادة، يعني صور بزيادة، الحدث أول بأول، بث مباشر، هذا نتمنى إن شاء الله منها. أنا بحب أقولهم إنهم شكراً كتير إلهم، لأنهم بنقلوا لنا الأخبار تبعت القدس.